الباص ومحلى لمته يا محلى الباص ومحلى لمته يا محلى الباص ومحلى لمته يا محلى هلا هلا شكرا شكرا مستحيل احنا نسوي فعاليه مرتبه بدون همجيه مستحيل صار لي ساعتين وانا ادربكم اما الان مع قصيده الشاعر المبدع ولد عمي عدول ابو عبد العزيز يا جماعة الخير اخوي ابو عبد العزيز وعدني وعد ان القصيدة ذي راح تكون مختلفة وجديدة وطازجة بمناسبة الباص متأكد هين ما في هرجشين لا تفضل يا ابو عبد العزيز الباص في طلته جمال 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 الباهتي باهتي يكفي جلستني في براحة براحة ابتهاج وسرورا وسرورا وفيه اللقاء ابتهاج وفرحة الكافية فرحتنا البهيجة عندك يا جماعة الخير نبي للباص يكون في شخص مدير مسؤول عن نظافة الباص ومسؤول عن الحفاظ على الباص مدير الباص